من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره، فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي أم يقضيها حال زوال العذر مباشرة؟ الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الواجب عليه أن يبادر بقضائها حال ما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز، لأنه أخرها عن وقتها، لأن وقتها حال زوال العذر.